شكيت إن السواق بالمخدرات هيجني عليهم، اتصالك بينا يحميهم. الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023. طبعا ده صوت الفنانة غادة عادل، وبنشكرها على شكرا جزيلا. الحقيقة هي كانت متفاعلة جدا مع القضية ومهتمة بيها باعتبارها أم لعدد من الأطفال ربنا يحفظهم. فكل الأمهات الحقيقة احنا الحقيقة في أول 5-6 ساعات من إطلاق الحملة على السوشيال ميديا عملت 500,000 تفاعل انجيجمنت ما بين ناس، عملت شير، ناس عملت لايك وكده. طيب سريعا بقى، أنا عارفة أنك مهتمة بقضايا المرأة عموما، فعندكم حاجة عن المرأة المعنفة؟ احنا عندنا دور استضافة المرأة المعنفة، وانا بحيي حضرتك على سلسلة الحلقات اللي تناولتي فيها العنف ضد المرأة. دور استضافة المرأة المعنفة على فكرة مش بس المعنفة من الزوج، ولكن ممكن تكون معنفة من الاب، اب عايز يخصب على ابنته تشتغل وظيفة معينة او تتجوز جوازة مش عايزاها، تعرضت لعنف، فبنستضيفها في دور المرأة المعنفة. عندنا ايضا طبعا الزوجة اللي جوزها ممكن يعتدي عليها او يطردها هي أو أولادها، وعندنا أمهات الحقيقة أبنائهم يعني كانوا من العقوق إن هم طردوهم من البيت، فبيجوا دور المرأة المعنفة. طورنا 8 دور للمرأة المعنفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، دربنا الكوادر اللي فيهم. يقول لكم إزاي سيادة الوزير؟ هم الحقيقة مش في كل المحافظات، هم في 8 محافظات بيتصلوا بوزارة التضامن، احنا عندنا خط للشكاوى، بيتصلوا بشكاوى مجلس الوزراء، بيروحوا الوحدة الاجتماعية. في الأساس الوحدة الاجتماعية احنا بنحاول نخليها الشباك الواحد للمشاكل الاجتماعية في القرية، فبتروح مديرية التضامن وبتقول لهم اروح فين، فيا اما بيكون جمعية عندها دور، يا اما دور بتكون تابعة لينا بنسندها لجمعية لإدارتها. لكن الحمد لله احنا عاملين شغل كويس السنة دي، يمكن اكتر من 750 سيدة لجأوا لدور الاستضافة في دور الاستضافة المختلفة للمرأة المعنفة. فأنا بشكرك وبأحييكي، ويمكن عايزة برضو كنت يمكن بنتكلم عن الفاصل إنه الحماية الحقيقية للمرأة من العنف هي في تعليم المرأة وتشغيلها. الست اللي بتشتغل، الست المتعلمة، محدش يقدر إن هو يعتدي عليها، وإذا حد اعتدى عليها بتبقى قادرة على اتخاذ قرار الانفصال عن اللي بيعتدي عليها. عيد الأم وقرب، أعلننا عن مسابقة عيد الأم، كل سنة وكل أمهات مصر طيبين. من 8 يناير ل 8 فبراير بنتلقى الترشيحات. عندنا طبعا أم لشهيد في القوات المسلحة، وأم لشهيد في الشرطة، عندنا أم من كل محافظة، وعندنا أم لطفل معاق. والسنة دي بمناسبة عام الإعاقة عاملين تكريم خاص لأم ذات إعاقة، أم معاقة تكون نجحت رغم إعاقتها في إنها تربي ولادها وتكبرهم وتعلمهم ويحصلوا على أعلى الشهادات. فهنكرم كمان الأم ذات الإعاقة اللي رغم الإعاقة قدرت تنتصر على ده. فإحنا دايما بقينا بنتطلع ليوم عيد الأم، لأنه الحقيقة الرئيس حوله لعيد للمرأة المصرية، ده حقيقي بيكرم فيه كل أمهات مصر. آخر رقم لكرامة وتكافل عشان لازم 2,242,000 أسرة مصرية فيها 9,380,000 فرد. قاعدة البيانات النهاردة عندنا فيها 25 مليون مواطن سجلوا في عدد من الأسر تخطى 6 مليون أسرة، لكن اللي حصلوا بالفعل على دعم نقدي 2,242,000. أنا عارفة أن الرقم ده كل ما بيزيد أنت بتبقي سعيدة. الحقيقة أنا نفسي أنه ما يزيدش وأنه يقل بعد شوية، وإحنا عندنا برنامج لأننا نخرج الناس، لكن القدرة على التواجد ومد مظلة الحماية الاجتماعية من حلايب وشلاتين وبرمادي للعريش لمرسى مطروح لسيوة لكل الوحدات الاجتماعية في مصر بعدد 5,630 قرية، انك تقدري تمدي ايد المساعدة ويبقى عندك صورة عن حياة 25 مليون فرد بيشوفوا ان هم بيستحقوا حماية، ده مهم جدا، دي بنية تحتية مهمة جدا انك تقدري تساعدي الناس. انا بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كنا عايزين نتكلم ايضا على عامل ذوي الاحتياجات الخاصة او القدرات الخاصة، ده هنفرد له حوار اخر لانه عام مهم، وعارفة ان انتوا عندكم شغل. احنا ابتدينا العام باقرار مجلس النواب لقانون لحماية ذوي الاعاقة. مصر كانت وقعت اتفاقية في 2008 بتطالبها انها تقر قانون لذوي الاعاقة، ولم يتم اقراره الا في مطلع هذا العام، فان شاء الله تكون بشرة خير إن شاء الله. يتم فيها الحقيقة يعني حقوق كثيرة جدا.
شكرا جزيلا. بس خلوني قبل ما نختم هذه الحلقة ونشكر سيادة الوزيرة، مجلس الوزراء أصدر بيانا فيما يتعلق بموضوع الصعايدة وتصريحات اللواء أبو بكر الجندي. يؤكد مجلس الوزراء على احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، وعلى تقديره لدورهم الثمين في رفعة ورقي بلدنا الحبيب، وإذ يشدد على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي من الوطن باعتباره في قلب عملية التنمية الشاملة التي تهدف إلى الانطلاق نحو المستقبل. كما يؤكد المجلس على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن. الحقيقة أنه ده يعني ممهور بتوقيع المهندس شريف إسماعيل، ده تأكيد مجلس الوزراء على احترام الصعيدة. وهو يعني نحاول أن احنا يعني أنا عارفة أنه هو ممكن تكون الكلمة كانت صعبة، لكن أكيد سيادة الوزير لم يقصد هذه الكلمة، هو يقصد المعنى الطيب منها، وهو أنه يريد الاهتمام بمنطقة الصعيد. بشكرك شكرا جزيلا. و 67% من تمويل تكافل وكرامة في الصعيد، 67% فعلا في الصعيد. أيوة. ده شيء محترم جدا. 16023 هذا والخط الساخن، بلغوا عن اي شيء له علاقه بالمخدرات يقلقكم. انتوا بتحموا عيالكم، بتحموا اولادكم، بتحموا انفسكم، وبتحموا هذا المجتمع. سيادة الوزيره غدا ولي، ندعو من خلال حضرتك لو تسمحي لي صناع الدراما قبل وهم بقى ابتدوا يشتغلوا في دراما رمضان، يعني ان يراعوا تاثير الرسائل الدراميه على ابنائنا وبناتنا على المجتمع في اختيارهم للموضوعات، في تناولهم ليها، في عرضهم لمشاهد التعاطي، ما تكونش ترويجية تعليمية ولكن تظهر الأثر السلبي المدمر على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. والأغاني كمان، والأغاني وجميع أشكال الفن اللي مفروض ترتقي بالإنسان مش تأذيه. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكركم أعزائي المشاهدين. بكرة هنا الستات نقابلكم، وهذه لميس الحديد، تحييكم، أسبوع الخير.